الحقيقة في قضية تم تداولها خلال الأسبوع الماضي في غاية الإثارة. أنا الأسبوع اللي فات خصصت الحلقة لانتصار شهداء مزبيلو الثمانية الثامن الذكرى الثامنة، وتحدثنا مع إخوات أحد الشهداء شقيقة منى دانيال وشقيقة الشهيد سامح فكري، وتحدثت حتى عن شهادتي في الأحداث كشهد عين أحد المصابين. وحدث ان تم اجراء قداس الذكرى السنويه الثامنه داخل كاتدرائيه الملك ميخائيل ب 6 اكتوبر. كان نفس يوم الحلقه الصبح. لكن اللي حصل ان تم عقد اجتماع بعد انتهاء القداس ما بين احد كهنه الكنيسه وبعض اسر الشهداء. وقال لهم كده: الامن الوطني الحقيقه غير مرحب باللوحه الرخاميه الموجوده أمام مزار الشهداء. ليه من غير مرحب؟ لأنه مذكور كده في اللوحة الرقمية، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. هنا تركض أجساد بعض الشهداء أولاد الشهداء الذين انضموا إلى المذبح السمائي يوم 9/10/2011، ده يوم المذبح، برصاص ومدرعات الجيش المصري أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بين قوسين مزبيلو أثناء وقفة سلمية بدون سلاح لوقف هدم كنائس في مصر. طبعا كان ده على أصداء هدم كنيسة ماري جرجس المريناب بأسوان، ومذكور تحت 17 شهيد اللي هما أجسادهم موجودة داخل هذا المدفن، لأن في شهداء تانيين أو المتبقين أجسادهم دفنت في الكرة اللي هما منها يعني. طبعا أسر الشهداء اعترضوا على هذا الكلام، هذا اللوح الرخامي لا يمكن أن يتغير، وأنا متضامن جدا مع أسر الشهداء في ذلك.